الطب الطبيه والعطريه، واللي الجمعيه كتشتغل بتنسيق مع مركز اليقظه مركز تسممات واليقظه الدوائيه. اهلا بك خالد، اكيد لانه المستمعين صبحوا كيعرفوك. فاليوم غادي نتكلموا على الفوائد ديال بعض الاعشاب اللي كتقوي الشعر واللي كتمنع تساقط الشعر. وكثير من السيدات يعني الفتيات من خلال برنامج مولاتي يعني كنتواصلوا مع بعضنا، وكيف كثير الطلبات كيكون وصفات يعني لتقوية الشعر وما تنعرفوش كيفاش شنو هما اهم الاعشاب اللي كيتخلطوا مع بعضهم مع الزيوت باش كيقويو الشعر، كيفاش نتعاملوا معهم، طريقة الاستعمال الصحيحة باش كنحصلوا على النتيجة اللي هي مطلوبة، واللي هي الشعر كيخلف وكيتقوى وما كيبقاش يتساقط بكثرة. اليوم غادي نتكلموا لانه في الغالبية السي خالد هو انه الاعشاب اللي كنقوموا بها اللي يعني كنستعملوها بالنسبة للشعر كاين اليزير، كاين البابوش، كاين الكتيران، القرنفل، الترمس. ونتمنى ان المستمعات اللي عندها اي وصفه طبيعيه او لا اي عشبه بغات تسول الاستاذ الباحث في علم الاعشاب وبغات تسول واش هي صالحه للاستعمال ولا لا والطريقه ديالها، فهذه هي الفرصه لانكم تواصلوا معنا مباشره على 0522 46 72 50 51 52 52 او 0522 43 00 09. وكذلك يعني بالنسبه للسيدات وجدتي لهم خلطات هنديه بالنسبه لتقوية الشعر، غادي نتكلموا على التجربه الهنديه في الرطوبه ديال الشعر وفي منع تساقط الشعر. اذا الاستاذ باحث في علم الاعشاب السي خالد الوادي نتكلموا على الفوائد ديال بعض الاعشاب اللي كتقوي الشعر، مثلا نبداو على سبيل المثال نبداو باليزير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر الاذاعه ميد راديو على استضافتي لهذا البرنامج الشيق والعجيب للملايين من المواطنين والمواطنات المسلمين والمسلمات كيسمعوا لهذا البرنامج الناجح بكل امتياز بكل مقاييس. وهذا ان قال شي فين نقدوا الاهتمامكم بالمواطن والمستمع الكريم الوفي للاذاعه النبيله المخلصه. كما في البدايه كنبين بين المواطنين والمستمعين الكرام بان الاعشاب ماشي اي عشبه عشبه اي عشبه عشبه كتسمعوها الا كتستعملوها، يعني خاص ذوي التخصص. كاين هناك مركز تسممات واليقظه الدوائيه التابع لوزاره الصحه فاتح الباب ديالو والتليفون ديالو خدام 24/24. ما عليكم الا تتصلوا اي عشبه شكيتوا في الامر ديالها قبل ما تستعملوها. انا في اجتهادي المتواضع كنبغي نقول للمواطن ان هذا مرض او تجميل او قوه او نشاط الى اخره، يستشروا مع مركز التسمم لليقظه الدوائيه لان هما تبارك الله خدامين على قدم الرصاد والتخصص ديالهم وما فيه باس. المواطن اللي بغى يستعمل واحد العشبه كيخسر واحد النصيب قليل، وكاين احيانا كيدور الرقم الاخضر احسن ما يخسر الصحه ديالو اما بالنسبه للموضوع ديال الساعه موضوع ديال التجميل، هناك بعض الاعشاب اللي كيديروا العائلات الشعر ديالهم للاسف الشديد كطيح الشعر كاع. كتكون باغا تقوي الشعر كيولي بلا تساقط. نعم، لان كتستعمل بدون علم بدون وعي بدون معرفه سابقه بدون مكونات وفعاليه كتحولها لعشبه. نعم، ولا ملي كنسمعوا بانه راه مثلا هذه الوصفه الطبيعيه راه كتقوي الشعر كنزيدوا في الكميه ديالها ولا كنخليوها مده طويله، ربما تما فين كيكون المشكل. نعم، كتخسر تفقد المفعول ديالها. واخا نبداو باليزير، بالنسبه للفوائد ديال اليزير والاهميه ديالو بالنسبه للشعر. نعم، نقطة مهمة لأن سبقنا وهذا هو النجاح ديال هذا البرنامج العجيب اللي كتشرف عليه الأستاذة سناء. بالنسبة لي سبقنا قلنا بأنه يحتوي على ميوريد سامة. سبقنا كيقول أن النساء اللي فرط فيه في الأكل وعر الكلوي كيدير تلف الجيران الكلوي وعر الكبد إلى آخره وما إلى ذلك من الأمور. بالنسبة لليزير إلا سمعنا بأنه خدام الشعر وكثر منه حتى هو كيصبح كيدير تلف المنبت ديال الشعر، الخفنات ديال الشعر. اي نعم، وبالتالي كيولي عند التساقط ديال الشعر اللي كثرت منه. اذا انا كنبغي نقول بحط مع الناس كيقول دير حفنه. حفنه ديال راه الحفنه ديال الدكانيه ماشي ديال الشحه. مغاربه منورين. شو كان يدها كبيره ونقول لها ديري حفنه دير يدها كبيره والاخرى شحال دير يدها صغيره. اذا المقاييس لا تؤخذ بحفنه. وهذه النقطه خصنا نصحوها. المقاييس ديال الاعشاب لا تؤخذ بحفنه، قد تاخذ مقادير كاين ميزان كاين الى اخره. بالنسبه لليزير هو مفيد ولكن ما كثرش منه. وخصوصا اذا كان جديد، اذا كان جديد نستعملو جديد لان كيكون طري والمفعولات ديالو كلها كتكون المكونات ديالو كلها كتكون قويه، وهذا هو اللي كيؤدي الى
التضارب وان صح التعبير الى تخاصم ديال الاعشاب بعض المواد في الجسم ديال الانسان وهذا اللي كيؤدي الى ضرر. يعني اليزير ما ناخذوش وهو طري. هو طري نعم. كيكون نعم. شويه مجهد. مجهد نعم. هذا هو اللي كيشكل واحد الخطوره على الانسان. وكيف ما قلتي لنا سمعنا مثلا شي وصفه فيها اليزير وكتقوي الشعر ناخذوها بمقادير مضبوطه. ما فيهاش حفنه ما فيهاش كاس كبير ما فيهاش يعني انت على حسب الطول ديال الشعر هذا وانما لانه هاد الوصفات اللي كتقوي الشعر كتبغي مقادير اللي كتكون مضبوطه. ماشي بحال مثلا كنغلطوا الشعر قبل نهضروا على مثلا الشعر بالنسبه قلنا بالنسبه لليزير بالنسبه للبابونج نعم البابونج من الاعشاب الطبيه معروفه ما كاينش فيه مشكل لما دلنا كل الدراسات وكل الابحاث اللي سواء المحليه او الخارجيه كلها كتاكد ان البابونج معروف ولكن البابونج اللي ما فيش شبه ما فيش غموض البابونج حقيقي. تكلمنا على الشكل ديالو على الفوائد ديالو في الحال سبق لنا شرحنا وبينا الامور بالدارجه المواطنين بالدارجه بان يعرفوا البابونج الحقيقي شنو هو. نعم بالنسبه لليزير ناخذوا مثلا 50 غرام ديال اليزير يعني بالنسبه للناس كيف عندهم تساقط الشعر 50 غرام ديال اليزير ناخذوا البابونج البابونج هو 50 غرام ناخذوا كاس ديال الاتاي كاس ديال الاتاي حبوب نعم ناخذوا الصبار مناطق مثلا زيت البلديه زيت العود وزيت ارغان حتى هي مزيانه بالنسبه للشعر صح نعم هذا كيتخلط كامل وكيمشي مع المنبت ديال الشعر كتوضعوا المراه او الراجل حتى الراجل يخدموا يعني تسقنا مع الناس كيديروا كاسكيطات بزاف اييه اللي كيديروا جل بزاف تسقوا الشعر كيديروا هذه الوصفه هذه كتبقى ربع ساعه فوق الشعر ويديروا عليها فوق واحد الفوطه ويخليوها ربع ساعه ويغسلوا الماء يكون دافي شويه الماء دافي ويستعملوها يعني مره في مره في الاسبوع يفضل صومهم مره في الاسبوع غادي نعاود بالنسبه لهذه الوصفه اللي كتقوي الشعر خاصنا غنحترموا المقادير كيف ما قلت لنا سي الوديع 50 غرام ديال اليزير مع 50 غرام ديال البابونج مع كاس ديال الاتاي حبوب وقلنا واحد جوج ديال الدركات ديال الكرموس يعني الافضل دوك الصغار ديال الصبار بالنسبه لهاد الاعشاب اليزير والبابونج واتاي حبوب فحنا غادي ناخذوهم نكرموهم ونطحنوهم ويتغربوا مزيان ونخلطوهم مع العصاره ديال الدركات ديال الهنديه ومن بعد كيتخلطوا مزيان وكنضيفوا لهم زيت العود اولا زيت اركان حسب اللي متوفر عندنا من بعد كيتخلطوا كنديروهم ربع ساعه فقط على الشعر نخليهم ربع ساعه وقلتي لنا كنبداو في المنبت ديال الشعر يعني في الاماكن اللي عندنا فيهم خاويين ونديروا واحد فوطه سخونه معصوره بطريقه العاديه من بعد ربع ساعه فاحنا كنشعلوا بالمدافي ونحترموا حتى المده ديال وضع هذا القناع لتقويه الشعر لانه في اعشاب ومره في الاسبوع تكون كافيه ونبقاو ندوروا عليها كل مره في الاسبوع حتى كنحصلوا على نتيجه ونشوفوا لانه راه الشعر بدا تيخلف واخا بالنسبه لنا نمشيو تكلمنا على زير البابونج ودخلناه يعني في وسطنا ونبقاو ندوروا عليها كل مرة في الأسبوع حتى كنحصلوا على نتيجة ونشوفوا لأنه راه الشعر بدا تيخلف واخا بالنسبة لنا نمشيو تكلمنا على زير البابونج ودخلناه يعني في وصفة طبيعية تجميلية لتقوية الشعر إلا تكلمنا عليه كثيرة كنعرفوا على أنه كثيرة عندها فوائد كثيرة كنقول أنها كتزيد في الوزن إلا داومنا عليها يعني بالنسبة للشعر شنو ممكن الإفادة ديالها بالنسبة للكثيرة هي صبحت علي واحد الضجه الان ان الناس كلهم كيسمعوا الكثيره الى اخره الكثيره ملي كتخلط كتخلط الاشجار هي بحالها بحال العلك نعرفوا العلك الشكل ديالها اي نعم بحال العلكه هي شبيهه بالعلك كتخرج من جناب ديال الشجر عصاره عسل الى اخره كتكرم وكيدوها الناس بحالها بحال العلك يعني الكثيره عندنا ما يعرف بالرزينه كيعرفوها الناس سميتها الرزينه هي تاهي شبيهه بالثلاثي كلهم عندهم وجه الشبه كيتشابهوا بعضهم البعض ما بين هاد الرزينه والكثيره ما بين الرزينه والكثيره وما بين العلك مع اتاي اتاي كيديروا كيطلع كنقول حنا بالدارجه كيكوشا كيكون صحي مزيان الى اخره لان المصدر ديال العلك من شجره من شجره النبته كتكون في اقليم صحراويه نعم في بلاصه الكثيره الى لقينا غالي نديروا العلك يعني ما العلك العلك ممتاز كذلك المشكل ديال الشعر المشكل ديال الشعر نعم ممتاز له نديرو بلاصو نضيفو كذلك اللي بغات تضيف تكلمنا على الشعر اليابس اللي جاف اللي كيناشف نعم والشعر الدهني والشعر الرطب اذا الا بغينا الشعر الدهني ديما الكثيره ونديرو ليه العلك العلك بغينا نضيفو لهاد الخلطه اللي سبق قلناها تكون مزيانه بالنسبه لهذا النوع في الشعر اما بالنسبه للانواع الاخرى تكتفي عب
بغيت نقول اربع العناصر هكذا يعني اللي عنده شعر دهني ممكن يضيف على هذه المكونات اللي ذكرنا يضيف اما الكثيره ولا العلف حسب اللي متوفر. بالنسبه للناس اللي عندهم شعر طويل ولا شعر ناشف يكتفيوا غير بهذيك الوصفه اللي ذكرنا قبيله ديال يزرع البابونج حفاظا على سلامه الشعر ديال الدركه. واخا المهم كيف ما قلتي هذه معلومه صحيحه ومهمه بزاف وان الكثيره من الافضل نتعرفوا على الشكل ديالها لانه كيكون خلط ما بين ثلاثه ديال الاعشاب قلتي لنا الرزينه ما بين العلك ربما الا خدينا مثلا عوضنا الكثيره بالعلك يعني ما يكونش حتى شي مشكل ما يكونش تشابه وبالتالي ما كيستغلوناش بعض الناس لان نعم ولكن الا مثلا كيف قلتي لنا الا مثلا ما لقيناش الكثيره ممكن نعوضوها بالعلك. صحيح. بالنسبه للقرنفل حنا كنعرفوا ان جداتنا وماماتنا كانوا كيستعملوا ديك النفقه كيكون فيها حتى القرنفل يعني مع دوك الاعشاب ومع دوك الاعشاب العطريه اللي كتعطي بحال الورد بحال الريحان. بالنسبه للقرنفل ولا فيه واحد المشكل انه في السنوات الاخيره اللي تيستعملوا مثلا في الشعر ديالو تيقول لك راه خلينا المده الفلانيه ولكن راه كنحسوا بالفروه ديال الراس يعني كتحكم بزاف ولا طيبات لينا الجلده ديال الفروه ديال الراس في حين ان القرنفل كنعرفوا الفعاليه ديالو جد بزاف لانه حتى يعني اطباء ديال الاسنان اللي كيستعملوه في بالنسبه لتنظيف الفم يعني بالنسبه للبنش ديال الاسنان ولكن كنعرفوا انه راه في واحد رائحه قويه كيبان على انه ما خصناش نعطيه واحد المده طويله في الاستعمال. كاين كثير من السيدات كيخليو اولا كياخذوه وهو مطحون عند الناس العشبه يعني ما كيجيبوش للدار ويطحن وياخذوا كميات يعني محدوده تما فين كيكون المشكل. نعم دائما كنرجعوا للمقادير ونرجعوا للمقاييس ضروري اي خلطه واي متاع رجعوا للمقادير رجعوا للمقاييس. لماذا؟ لان التجاوز في استعمال مفرط الاشياء اللي الى نعم لهذا بالنسبه للقرن انه لا دغ معروف اللي كنحطوه فوق فوق الشعر وبالتالي كيهمد الجلد ديال يعني كيدخل المسامات ودغ وكيؤدي لواحد حنا كنعرفوا عندنا عروق صغار ارقياء رقاق الى اخره هذا كلهم كيشربوا راه فعلا كاين بعض السيدات اللي كيستعملوا القرنفل ولا خلوه مده طويله كيحسوا بحال تخنقوا بحال صحيح لان الجسم ديالنا كله كما يعرف المتخصصون ديال تخصص الاطباء الجسم ديالنا كله تقريبي لما كنديروا نديروا مساج مثلا معناها انه راسهم العرق ملي كيخرج كيخرج كذلك اللي كيدير القرنفل راه كيشرب خصوصا الجهاز المركزي والدماغ الراس ديالنا هو الجهاز المركزي ملي كنديروا شي عشبه هي سامه فوق الراس ونديرو بحال هكا تؤدي الى الغيبوبه تؤدي الى الغيبوبه كالرعشه وبواخا تقيؤات وما شابه الى ذلك من الامور والاضطرابات في الجسم وهذا كله راجع التفريط في بعض الاشياء ما كنعرفوش المكونات ديالها الحقيقيه. بالنسبه للسيدات اللي مولفين قرنفل مثلا بالنسبه للوصفات ديال الشعر الكميه اللي ممكن يستعملوا والمده كذلك يعني. نعم انا ما كنقصش من القرنفل لان الله عز وجل كما قال في كتاب المبين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك لكن الدراسه اللي كاينه الان خص نمشيو على حساب المقادير ديالنا. حنا ما كنقصوش في النباتات اي نبته كتبان لنا دابا سامه غادي يجي العلم القادم غادي يلقاها بانها سليمه. او ممكن يتخذ منها شي حوايج اللي يكونوا من صالحين. اي نعم دابا كتبان لنا في العصر الحالي ديالنا والشهادات دائما تيكون الشهادات طبيه. اي نعم لكن حنا في غياب المعلومه الدقيقه والسليمه ونشربوها كاين بديل. حنا الحمد لله المغرب ديالنا غني بالاعشاب الثروات الطبيه والعطريه وموجود المغرب ديال البابونج الكثيره مثلا كيكونوا علاج مثلا لتقويه الشعر نضيفوا لهم مثلا غير معلقه صغيره ولا مثلا معلقه كبيره بالنسبه لهذيك الكميه ديال الوصفه. نعم ما يكونش هو الاساس ديال هذيك الوصفه لانه تيكون قوي. نعم وبالتالي كيأثر على الفروه ديال الوصفه. نعم فعلا لانه احيانا كنشوفوا مثلا هذه الوصفه او هذه وتنقولوا بانه مثلا الوصفه مثلا اللي كتقوي الشعر راه مثلا هلكت لنا الشعر وهي راه غير الطريقه والمقادير اللي كناخذوا ما كتكونش مضبوطه اولا كيف قلتي كيكون مثلا القرنفل ما خصناش نغلبوه على دوك دوك الاعشاب اخرين. نعم واخا اذا مستمعنا دائما كيحضر معنا خالد وديع استاذ باحث في علم الاعشاب وهو نائب رئيس جمعيه التضامن الوطني للاعشابين والباحثين في الاعشاب الطبيه والعطريه وهذه الجمعيه يعني كتشتغل بالتنسيق مع مركز التسممات واليقظه الدوائيه. اليوم كنتكلموا على شنو هي الفوائد ديال بعض
بعض الاعشاب لتقويه ومنع تساقط الشعر. تكلمنا على اليزير، على البابونج، على الكتيره، على القرنفل، بقينا الترميس، وحتى نتوما مستمعينا الى عند صالحه للاستعمال بالنسبه لتقويه الشعر او لا، ما عليكم الا اتصلوا بنا على 0522 46 75 51 52 او 0522 43 00 09. غادي ناخذوا مكالمه معنا معنا فاطمه من قلميمه. الو فاطمه، السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمة. الله يبارك فيك، أنا كنشكركم على البرنامج القيم. الله يبارك فيك، شكرا لك بزاف فاطمة. للأسف انقطع الخط، كنوجهك تحية كبيرة ونتمنى أنك ترجعي تواصلي معنا إن شاء الله. ناخذوا مكالمة معنا ومرجوش والزعتر. والزعتر وكاين شي عشبة أخرى ما عقلتش عليها، المهم شرب عادي الأعشاب هذوك وديما كنستعملهم، وخا كيبات الغد لي عاوتاني كنستعمل منه. ملي درتها واحد المده يعني من شفني في مبقاش ديك السيلان بزاف، راه كانت زعما واحد البواطه ديال ديموت زعما ما كتبونليش في البلاصه. هادو كيف ما قلتي بالنسبه لهاد الوصفه كنتي كديرها كتستنشق يعني ياك بالنسبه للنيف ديالك ياك؟ بالنسبه للانف ديالي اختي ديما كنعطيه بزاف زعما ما خليت ما درتش هذا هو، ولكن ملي درت هاد الماء ديال البحر يعني نسبيا اقل هذاك الشيء، والتنفس بدا كيرجع لي بشكل تدريجي. غير بغيت نتاكد من العشبات نقوم نكمل او لا. هذا مشكورين. العفو سي سعيد، شكرا لك بزاف على تواصلك معنا وكنشكرك بزاف، لانه حنا هادشي بغينا الناس يوصلوا لهاد الدرجه ديال الوعي وما فيه بس واحد ما يستشر. واخا عندنا فاصل اعلاني قصير ونرجعوا نجاوبوا على سعيد وناخذوا باقي المحيط في علم الاعشاب. اليوم كنتكلموا على اهم الاعشاب اللي كتساعدنا على تقويه ومنع تساقط الشعر. قبل ما نجاوبوا على تساؤلات المستمعات، كاين تساؤل ديال سعيد من دار بيضاء مشكور لانه استعمل واحد الوصفه وعنده مشكل ديال الحساسيه وعنده سيلان ديال الانف واستعمل هاد الاعشاب اللي فيهم الماء ديال البحر والملحه والخزاعه والمردوش والزعتر ومسى واحد المكون، وقال على انه لقى واحد النتيجه مزيانه انه بدا كيشف ليه النيف ديالو. يعني هذه ما استعملهاش للاكل وانما استعملها باش يعني ينشف المشكل ديال سيلان الانف. فكيف كتشوف هذه الوصفه؟ نعم، بالنسبه للاخ سعيد من مدينه الدار البيضاء كنشكره بدايه، كنقول له بان الا كان ما فيش بروبتير للراس وقع لك شي كسيده في الراس او شي ضربه في الراس لا قدر الله يعني، وبهذا الماء الا كانت في تندروب او غير ذلك وهذا الماء كيهود لك من النيف ديالك، خصك تمشي دير استشاره طبيه. اذا كنت مع فيت في كندروب ما غير ذلك وكيهود هذا الماء يعني الماء عادي الماء كيف كيجي بحال نزلات ديال البرد بحال الرواح بحال شي واحد كيجي الرواح الى اخره، يعني هاد الوصفه اللي كدير مزيانه وامنه. يعني حيت كنعرفوا حنا الماء ديال البحر يعني كينشف بالنسبه لسيد الالف، وحتى في الصيدليات راه كيكون يعني موجود الماء ديال البحر بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم سيلان ديال الالف. وكيف قلتي الا كان شاف على انه هذاك الليكيد اللي كيهبط منه راه اللون ديالو بياض ولا اللون ديالو يعني حمار ولا مثلا عنده شي لون اخر غير عادي ماشي ديال النزلات البحريه عادي بحال كيجينا في الوقت ديال الرواح يضربوا البارد الى اخره مزيان يديرها. الا كان كيعود من واحد الماء نقي بيض كالماء ديال الروبيني ولا نقي هذا ما يطرخاش في راسو ما يتمطرش في راسو يمشي يتبع عند الطبيب ديالو ان شاء الله. وبحال دابا اللي لقى استحسان على هذا الوصف مثلا ما بقاش عنده المشكل ديال سيلان الانف صافي يحبس مزيان ما بقاش يكمل مثلا واحد المده، لانه كل حاجه عندها ما نفوتوش يعني في المده ديال الوصفه. اي لا صافي بان تحسن صافي نحبسوا العلاج. ناخذوا لطيفه من الخميسات. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بخير عليكم وعلى رحمه الله معكم. الله يبارك فيك. اختي عندي واحد السؤال، غير عندي واحد البنيه عندها 5 سنين وعندها الشعر ديالها ضعيف وبغيت ندير لها شي وصفه، كنخاف من هاد الوصفات اللي كنديروا حنا الكبار. ودابا اللي قلت لي شي حاجه تيقول لك ما ديريش لها هادشي ديال الاعشاب. شحال في العمر ديالها؟ 5 سنين. 5 سنين. والشعر ديالها زغبه رقيقه وضعيف. قليل عندها. عندي سؤال اخر جات على خاطر. تفضلي. تنستعمل الخزامه مع زيت العود. كتكون فيها الحبار ولا داكشي اكثر في هذا البرد اللي فات. وكنديرها لها كتلقى زعما كتلقى تكون مزيانه. واش ما عندها حتى تاثير؟ الخزامه مع زيت العود كتعطيها تشربها ياك؟ عندي سؤال اخر جات على خاطر. تفضلي. تنستعمل الخزامه مع زيت العود. كتكون فيها الحبار ولا داكشي اكثر في هذا البرد اللي فات. وكنديرها لها كتلقى زعما كتلقى تكون مزيانه. واش ما عندها حتى تاثير؟ الخزامه مع زيت العود كتعطيها تشربها ياك؟ كنشد كاس ديال الخزامه مع كاس ديال العود مع كاس ديال الماء. كنديرهم تيطبخو مزيان تيبقى غير الزيت. كنصفي داك الزيت كنديرو في قرعه وكنبقى نعطيها معلقه بحال السيرو.
ثلاث مرات في النهار جوج مرات وكتبقى عليها مزيان. ودابا تي ترخص عليا ربما الا بقيت نعملها شي حاجه تاثر عليها ولا شي. تبارك الله عليكم، شكرا لطيفه على التساؤل ديالك، انا غادي نجاوبك ان شاء الله. العفو، صباحك مبروك لطيفه من خميس. بالنسبه للتساؤل ديالها، بالنسبه لها هي قالت لنا على انه المشكل ديال بنتها. نعم، انا دائما كنقول للمستمع والمستمعات هذا اكبر خطا كان لي ليه الان كنسمعوا بان الناس كيقول لك بان غادي ندير لي خمس سنين غادي نعطيه الخزيمه ان شاء الله عليه. هذا كيبان لي بحد ذاته مغامره يجب اجتنابها. يعني خاصو يبعد على المغامره، ومن خلال لان النمو ديال الدري المكونات الجهازيه اللي منها على باقي صغير راه ما كتقبلش الجهه ديال ديك العشبه او المكونات ديال ديك العشبه. لما كان ديري انت لا عم تعطيش عاشقه كبيره بحال كيف ما قلتي عندك الحق. يعني بالنسبه للوليدات الصغار من الافضل على انه نبعدوهم من الوصفات الطبيعيه. مثلا ممكن على انه تمشي في واحد الزيت من الزيوت هي اللي دهن به مثلا الشعر ديال البنيته ديالها. ممكن تلقى صحتها بحال زيت الجرجير كيقوي الشعر. ولا مثلا طبيعيه، هي الزيوت الطبيعيه اللي تكلمنا فيها. مثلا ان شاء الله في خلال البرنامج نتكلموا على الفوائد ديال الزيوت الطبيعيه اللي كتقوي الشعر. بالنسبه للوصفه ديال الخزامه وزيت العود اللي كتعطيها البنت ديالنا ملي كتكون مثلا فيها البرد ولا شي حاجه، ملي كتقص احسن عليها معلقه كتطبخ الماء مع زيت العود ومع الخزامه. لا، بالنسبه للخزامه هي اللي مشكل. الخزامه كاين الخزامه ماركات، هي كاينه ديك الزرقاء، كاين الزرقاء، كاينه ديال الكبانه، كاينه وحده فتحه، كاين الحنحانيه. الخزامه تسمى الحنحانيه الى وما الى ذلك من انواع اللي كيعرفوها. المراه اللي كتمشي عند العشان او العطار اللي كتقول له اعطيني الخزامه، راه كنلقاو غالبا هذاك العشان ما عارفش الفرق ما بين هذه او لا حاجه علاش كتستعمل، او لا عارف هذيك الخزامه راه باغي يبيعها يقدر يعطيها لكم مشاو يدير لها فكاغ وتسير. هي قالوا لها بان خدامه الدري كتجيبها، ما عرفناش حنا هذيك الخزامه فين كانت، المكان اللي كانت فيه كيداير. هي الخزامه كاع تكون صحيحه وتكون هي هذيك، ولكن البلاصه منين جابتها؟ هذا هو السؤال. وكنديروا حنا العشبه في خانه الاتهام، قفز الاتهام بان هي اللي ضرات ولا دارت ولا كذا، وكتكون العشبه بريئه. نعم، وهذا اللي كنقول علاش ممكن بصفه عامه بان الناس خص الدراري الصغار يبعدوا لهم العشبه ما يعطيوهمش لهم، باستثناء اللويزه. اللويزه امينه. وبالنسبه مثلا على حساب الزكام على حساب البرد كاين حوايج مثلا الا بغات مثلا كنعرفوا من زيت البلديه كندهنوها مع الخزامه بالنسبه للولد ولا البنت مزيان. يعني ربما بالافضل باش تفادى هذا المشكل ديال الخزامه، انا ما كنعرفوش النوعيه ديالها ولاش كتصلح، وهي في انواع كثيره. مثلا ممكن تاخذ زيت العود مع الخزامه وتدفيهم شويه ودير البنيته مع الثوم زيت مع الثوم حتى الثوم احسن. نعم، ناخذ مكالمه اخرى. مريم معنا، مريم من الدار البيضاء. الو الو، السلام عليكم. السلام مريم. ما خليت بغيت نسول الدكتور، عندي واحد جوج العشبات كنسمعت بانهم كيصلحوا للشعر والتساقط ديالو. واخا هي العرعار والداد قال لك تيتخلطوا تيداروا للشعر، ما عرفتش واش هادشي صحيح ولا لا. واخا واخا مشكور، غير سمعينا ان شاء الله غادي نجاوبوا على التساؤل ديالك. شكرا لك بزاف مريم. ناخذ هدى من سلا. الو 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 هدى. الو السلام عليكم. مرحبا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفضلي انت معنا مباشره، تفضلي عندك شي تساؤل. الاخت سناء. اييه كيدايره بخير؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. كنشكرك على هذا البرنامج بزاف، كنستافد منه بزاف. كنبغي نشارك البرنامج ديالكم ما كيحاسبني في الحظ. الحمد لله. انت اللي معنا وكرمنا مقيدين ان شاء الله معنا في التواصل. بارك الله فيك. كنشكر الاستاذ خالد وادي على المعلومات. مرحبا بك. مرحبا بكم. مرحبا بكم. استاذ بغيت نسولك، انا مؤخرا كنت قريت في الانترنت ان ندير القرنفل الماء ديالو اللي مغلي ندير في بخاخ يعني كيعطي الماء مع الشعر. ملي درت مؤخرا لاحظت ان بحال الزنده ديال الشعر ديالي بحال ولات كتضرني بزاف. واش يعني عندها شي خطوره ولا شي حاجه؟ وبغيت ممكن تكلمي لنا اصلا عاوتاني على السواك، حتى هو كيقولوا بانه بمثابه لي زونجي بيتو كجلده، ولكن انا خفت من نستعمله. الله يبارك فيك. هدى شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. مسلا ناخذ مكالمة أخرى. سعيدة. سعيدة ألو. ألو سعيدة من فاس، مرحبا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. أختي بغيت نسولك واحد العشب كيما الشعر
بالنسبه للسكر والحديده الحمراء والعصفه، وشحال ممكن ناخذ من اللون، واش يمكن نتخلطوا ولا لا، شحال المده اللي ممكن نخليهم في الشعر؟ واخا سمحتي قولي التكاوت والحديده الحمراء شنو المكونات؟ العصفه. العصفه واخا حتى انا كنقلب لها السميع. هذاك الشيء اللي كيوقع لي دايما كنقول لها مخلوطه. المهم وسميتو شحال ممكن لنا واش ممكن نتخلطوا والوقت اللي يمكن نخليهم في الشعر؟ النوع ديال الشعر عندك شنو؟ جاف. كنخلطوهم مع الزيت بالمية ولا شي حاجة بحال هكا. واخا شحال كتخليهم تقريبا في الشعر ديالك؟ وانا سمعت انا سمعتي ولا قريتي ولا لقيتي في الحاجة؟ لا قالوا واحد البرنامج قد كتخليها سبعة ديال السوايع. اييه فهمتي اللي شحال من ساعة؟ سبعة ديال الساعة. واخا واخا سمعنا ان شاء الله ونجاوبوا على التساؤل ديالك. شكرا لك بزاف سيدة من فاس على السؤال ديالك. واخا نجاوبوا على هاد التساؤلات. بالنسبة لمريم من دار بدر سولات على العرعار والداد، سمعت في واحد الوصفة على انه راه كيقوي الشعر وما تعرف واش صحيح يعني واش من واش من بين لانه ان شاء الله خصنا بالنسبة للائحة اللي كتخدموا عليها يعني اللائحة ديال الاعشاب السامة باش تكون فصل للسيدة حتى باش يعرفوا على انه راه كاين هاد الاعشاب خصنا على الاقل كيف ما قلتي على انه ربما من حد الان راه هاد العشبه مثلا راه سامه، ربما مثلا في السنوات المقبله مثلا داروا مثلا شي فيني شي جديد الشهادات ممكن على انه يكون تغيير. بالنسبه حاليا لانه كنا كنسمعوا على انه راه الداد مثلا راه من بين اعشاب السامه اعشاب السامه بلان توكسيك. واخا مريم سولتك على العرعر على الداد. نعم بالنسبه للداد، بالنسبة للداد انا كنصح الناس يبعدوا منه ويستعملوه بصفة عامة. حيت في الحمام كانوا كيستعملوه بالنسبة مع الحنة كيتخلط والحامض كيرطب. نعم استاذة هناك كانت مغالطات. الان صبحت ابحاث علمية. كان صبحت ابحاث علمية عندنا كتبين لك مدى خطورة اي نبتة نبتة. الى اخره. وما الى ذلك من الامور من الاعشاب اللي كيستعملوا الناس بعشوائيه. يعني الداد بالنسبه للداد تفاداه لانه كاين في اللائحه ديال الاعشاب السامه. الاعشاب السامه نعم. واخا بالنسبه للعرعر. العرعر ما كاينش مشكل فيه. نضبط الكميه. نضبط الكميه تا هو نرجع للمقادير. ما كاينش الحفنه ما كاينش ديك المقادير مضبوطه بالجرامات. ديما ما يقولش شي واحد انا ما كنطابقش مع الناس صحاب الحفنه، يقول لي شي واحد الحفنه انا ما لان الحفنه يعني معناها راه مغامره زدنا في الكميه. ولا قلنا ربع ساعه ولا قلنا مثلا راه كيتغسل. وملاحظه مهمه بالنسبه للسيده قالت لك وكدير الداد وكتخلي سبعه الساعات. لا ماشي هي بالنسبه لمريم سولات غير على العرعار والداد. بالنسبه للتساؤل ديال سعيده من فتح غادي نجاوبوا عليها لان درت على الصباغات ديال الشعر وهضرت على التكاوت والحديده الحمراء وعلى العفصه ياك ولا السنيه ديالها العفصه. العفصه واخا هي سولات على هاد ثلاثه حتى هما كنسمعوا شنو هما الاعشاب اللي فيهم مثلا سامين. نعم بالنسبه للعفصه. العفصه تحتوي على نسبه الاوتون، نسبه الاوتون ماده سامه حتى هي كتحرق الشعر. الانسان ما خصوش كثر منها، يديرها بتحفظ يديرها تحت بالجرامات. بالجرامات نعم. الحديده الحمراء. الحديده الحمراء حتى هي لان معدن. معدن هذاك تستعملوه بتحفظ. التكاوت حتى هي من الاعشاب السامه. اعشاب السامه هي من الاعشاب السامه بحال الخروع. واحد السيده نيت عندها خبره في البرنامج كنوجه تحيه ليها الحاجه فاطمه الدودي. من الناس اللي كانوا يعني سيده تبارك الله يعني كبار في السن وفي المقام يعني كيحكموا بهذه الوصفات وكيعرفوا الاهميه ديال هذه الاعشاب وكانت تكلمت على لانه الداد راه سام وكذلك التكاوت. اذا بالنسبه لهذا التلوين ان شاء الله في حلقات مقبله صباغات ديال الشعر وكذلك حتى اختصاصية التجميل السيدة حورية يوم الخميس ان شاء الله غادي تعطي صباغات يعني بالوان طبيعيه مكونات اللي هي بسيطه يعني من افضل نلونوا الشعر ديالنا بالماء ديال البربه بالماء ديال الكركديه سالميه وكيعطيو الوان ممتازه بدل ما انه نمشيو لشي اعشاب اللي كتكون هي فيها نسبه اي مغامره فيها نسبه من التسمم. اذا من الافضل شنو نصحوا سعيده من فاس بالنسبه لكل الاشخاص اللي كيسمعونا اليوم من الافضل على انهم يغيروا بالنسبه للصباغات والتلوين نشوف صباغات اللي هما طبيعيين من الخضر من الفواكه. حنا نتكلموا على الصباغات ويتفاداو التكاوت الحديده الحمراء والعفصه لانه واخا لو كان كيف قلتي هما التكاوت والحديده الحمراء من الاعشاب السامه وامتداد العفصه لانه ياخذها بكميات قليله. ولكن حنا كيف ما كنحل بالنسبه للصباغه ما غاديش نعرفوا شنو هي الكميه المضبوطه ماشي بحال مثلا علاج. من الافضل ناخذوا صباغات اخرين. نعم بالنسبه للمواطنين ديالنا
كيقول لك انا كندير شحال من عام استراليا هذا هو اللي مبرر وهذا مبرر خاطئ. كتقول لك انا شحال من عام ولا كندير هذه التركيبه كديرها مع استراليا وانا باقي بخير وخير. الظروف تتغير، الماكله، النظام الغذائي يتغير، المناخ يتغير، الاجيال، الانظمه ديالنا حنا كتغير. دابا حنا مع التلوث، مع الماكله ديال الكوكوت، مع لو ستريس، مع شحال من حاجه، مع داك النظام الغذائي اللي كناكلو غير معلبات وغادي نزيدوها بهذا الاعشاب. ربما يعني في الناس اللي سمخونا قبل كان يعني كان كاين حاجه كطيب في الطنجره، يعتمدون على المواد الطبيعيه والسكنه ديالهم طبيعيه بدون تلوث بدون كذا، كتلقى عالقين من الجبال. يعني حتى لو خدا واحد الوصفه عندهم واحد المناعه قويه نعم واخا. اذا ناخذ مكالمه اخرى. فاطمه من الدار بدا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كنهضر الاخت سناء لاباس عليك. الله يبارك فيك. كنشكرك وكنهنيوك على برنامج ديالك الناجح بزاف. الله يبارك فيك. راك عزيز علينا بزاف. انتم اعز اللي خدكم علينا بزاف. بارك الله فيك. كنشكر الاستاذ كريم مرجع معك. مرحبا بك. مرحبا بك في هذا البرنامج. مرحبا بك. ترحم بك. شكرا. سيدي على وقت العشبه قال لي ديري هذا النص فريفره. فريفرا درتها مع زيت العود وما كيف ما عطاتش نتيجه. ما استعملتيها؟ مع زيت العود. ما استعملتيها؟ الشعر؟ الشعر كيقول لك تقوي الشعر. نعم نعم. ما عطاتش نتيجه؟ تقريبا شحال في المده انت درتيها؟ دابا شي شهر تقريبا. كنهز بحال درتها طحنتها ودرتها مع زيت العود وكنشق بها راسي هكا ملي كنبغي نعوم، ولكن ما كنديرش مع الفوطه سخونه، عا كنشق بها راسي وصافي. اي نعم. بالنسبه للنوع ديال الشعر ديالك شنو؟ دوني. اي نعم. واخا نجاوبك ان شاء الله نعطيك واحد الوصفه مزيانه ان شاء الله. اسمح لي بالنسبه واحد بالنسبه للقشره كان السيده استعملت خل التفاح مع الماء النعناع وما عطاش نتيجه. نعم. واخا نوريك اش غادير. بارك الله فيك سيدي. شكرا. بارك مبروك فاطمه، مشكوره على تواصلك الدائم. بالنسبه هي سولت على فريفره مع زيت العود اللي وصفه قالت لك واش كتقوي الشعر، وهي واخا بدات في يعني في المداومه عليها ولكن ما لقاش واحد الاستحسان. الا بغينا نعوضوها هي شعر ديالها دوبني بالنسبه للاشخاص، الا بغينا مثلا نعوضوها بشي وصفه اخرى. نعم. شنو ممكن تستعمل؟ يعني بالنسبه لواحد النقطه اللي جد ايجابيه بغيت نوصلها للمستمعين، وهذا سؤال كنطرحه انا كنطرحه للمستمعين باش هما يفكوا عمليا مدى الاسباب تساقط الشعر. احيانا تكون الاسباب تساقط الشعر داخليه. من ذلك النظام الغذائي. اييه. قدرت كنت تاكل شي حاجه، لان الشعر كنعرفو خصو يتبت من الداخل، من الجلد، من الداخل هو اللي كتثبت الشعر. اذا كتكون مثلا كتكون الاخت تعطيك واحد الوصفه، كتقول لك ما جاتش ما عطاتش نتائج. الوصفات كيكونوا غير تكمله، خاص الاساس. الاساس. خاص الاستعمالات داخلين، مزيان، نشربوا مزيان. اي نعم. باش خصنا ناكلوا في المده اللي غنديروا الدواء ديال الشعر، باش خصنا ناكلوا. باش يكون يعني توازن ما بين هذوك الوصفات وما بين الاكل ديالنا ونظامنا الغذائي اللي مشوي. اي نعم، هذا هو اللي خصو يكون. فعلا. اما بالنسبه للاخت اللي قالت استعملت هذه الوصفه ما عطاتش النتيجه، حنا كنوعدوا غنعطوا واحد الوصفه ان شاء الله طبيعيه وسليمه وامنه ومن خلال نوصلوا حتى للمستمعين. تمشي مع واحد النظام غذائي هي وكل السيدات الا بغاو يحصلوا على نوريهم النظام الغذائي اللي يستعملوا في المده ديال يستعملوا، يعني هذا هو الخطا، كيستعملوا الدواء ديال الشعر كنغفلوا على حوايج اخرى. حوايج اخرى اللي كيؤدي الى تساقط الشعر. نعم. بالنسبه لي كيف ما قلتي، بالنسبه لي انا ما جاوبتش بنت سعيده نفاس على دوك تلوين الشعر ديال التكاوت والحده الحمراء ولبسته، وقالت لنا راه كتبقى سبعة ديال الساعات. سبعة ساعات يعني شحال كثير بزاف، وخصوصا بانهم هضرنا على هذوك قلنا لهم بالاعشاب مسموم. يعني الا كانت سبعة ديال الساعات وتداوم عليها مثلا مره في الاسبوع، راه تما فين واحد الوقيته تنقولوا راه هذيك المراه يعني واخا عمر بيد الله يجي بالصحه للجميع، كنقولوا راه كانت واقفه مزيان انا ما عندها حتى شي حاجه حتى لقاو مثلا عندها ورم في الراس، لانه هذا الشيء اللي كيكون تفاعل عنده مع الدماغ يعني ما راه كي راه كي يعني كيتفاعل سلبا معاه. اي صح. هذا هو علاش كنقول للمواطنين والمستمعين الكرام ان استعمال المعقل ماشي اللي قال لك شي حاجه ديريها. عادي سمعتي انت في السوق مره غادي السوق يعني يكون واحد عنده واحد الوعي مسؤول. هزا قفات عالي مالك شعري كيطيح اختي شغندير لي سيري انا درت هذه انا راه داومت عليها وراه عطات النتيجه. واحد عنده المناعه ديالو المناعه تختلف اللي كيمشي التحاليل الطبيه ديال الدم راه سي بو لا ميم شوز ماشي بحال هذا الدم وهذا الى اخره، وما الى ذلك من الامور الجينيه راه كتختلف. ان شاء الله في الاسبوع المقبل ناخذوا معك اللائحه ديال الاعشاب السامه باش يعني على الاقل نسرعوا في هذه القضيه باش حتى الاشخاص يعني باش ما يكونش واحد التسرب ديال الاعشاب السامه ويستعملوها الناس. يعني هذا هو الدور ديال الاعلام، ان نعطيو برنامج كامل شامل
ديال الاعشاب السامه والمواطن اللي غادي يستعمل هذه الاعشابات هذه اللي سامات يبعد منهم بلا ما يناقش احمر لا مناقش يناقش ولا بغى يناقش كاع كاين مركز التسمومات هو الفصل الحاكم ديال الاعشاب المغرب. نعم ناخذ مكالمه اخرى ملي كنضر بعدا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كنشكرك اختي على البرنامج. الله يبارك فيك. يحفظك تبارك الله. وكنشكر الدكتور. كنخليك عندي واحد التساؤل. عندي ولدي عنده 14 عام واختي عنده اسم ما في اكسيزير عنده ما شاء الله عينا برواطز وهذا ودابا عنده لاسينيزيت وكيبقى فيا طول الطون واخد واحد الكلينيكس وكينوفوها رطين بالماما ما خليت الشاشات ما خليت الطباء ما خليت ما تشوفوها الله يخليك. عنده 14 عام. الدقة وسيلين جميعاً. الف عينو. شوفها الله يجزيك الخير. الله يجيب لي الشفاء ان شاء الله مع الولد مثلا قنط من هذاك العلاج من الافضل على انه تغير ليه مثلا طبيب باش ياخذ علاج اخر اللي كيكون اخف منه لانه كاين واحد يعني تكميله ما بين العلاج وما بين المناخ يعني كاين بزاف ديال الانظمه خاصها نديروها. بالنسبه مثلا الناس اللي عندهم تسيلان الالف وعندهم المشكل ديال الحساسيه وكرافو كيعانيو من هذا المشكل شنو هما الحويجات اللي ممكن على انهم يستعملوهم في الدار؟ هي قالت لانه راه كدير ليه في اليوم مثلا يعني حويجات اللي ممكن يساعدهم على الاقل ما كيحسوش بهذاك الضيق ولا هذاك يعني بالنسبه ل ما نقولوش الضيقه بالنسبه للناس اللي عندهم سنين سنين ديال الانف باش ما نقولش انها بلوكر بالنسبه اللي عندهم سنين في الانف اش غادي يديروا؟ يجيبوا الكاريتوس اللي كنا تكلمنا عليه قبل. قلنا مزيان يكون الخبز نستعملوه حتى هو. نعم بالنسبه للكاريتوس راه عجيب بزاف وحتى بعض المستحضرات الصيدليه راه ماخوذه من الكاليبتوس. لهذا الكاليبتوس ناخذو تو كذلك بتحفظ. لماذا؟ لاننا لخدنا الكاليبتوس نديرو في واحد البانيون ونخوي عليه الماء سخون وهذاك البخار اللي نحاولوا نستنشقوه. هكذاك. الا درنا معاه كذلك الزبادة البحر زباد البحر زباد البحر زباد البحر كيعرف الناس يعني بحال تحك مزيان ويدار في هذاك البانيون ويدار في هذاك الماء سخون وفيه ورقه ديال الكاليبتوس وتشموا استنشقوا دو فوا بار جور او تروا فوا بار جور حسب النوبه حسب الحاله تكون النتيجه مزيانه. ممكن هذا الولد يستفد من هذه الوصفه اللي بسيطه جدا بسيطه وتعطيه النتيجه ان شاء الله. واخا كانوا عملوا ورقه باش ما يبقاش عندك سالم ديال الالف. واخا معنا مكالمه اخرى معنا ايمان من دار بدا. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ايمان. الحمد لله يبارك فيك. بارك الله فيك النور ديالك هذا انا اختك ايمان. ايوا تفضلي بارك الله فيك استاذ. انا خليت بغيت نسولك واحد التساؤل على الكثيره هضرت على الكثيره اليوم. نعم. واحد السيده في مدرة ديونيس عطاتنا واحد لاغوسيت ديال الجالس. اييه واخا بالكثيره. كنا نتكلم على الكثيره ياك في الزياده في الوزن. لا حتى انا ماشي على الزياده في الوزن على الجيل ديال الشعر. الجيل ديال الشعر مازال عندك هذاك عندي لاغوسيت. واخا عطيها لنا. من بعد ما تهلك واخا ما هكذاك واخا ما يمكنلوش مثلا مثلا غير بوحدها غير بوحدها كتشديها كتديرها في الماء كتنفخ وكتديرها كوم جيل جيل تثبيت الشعر. وعاوتاني الجيلاتين ما كناكلو ورق الجيلاتين واش ممكن تا ما عطاتش واحد السيده اخرى ما بغيتش نقول الاسماء دابا اللي حنا عطينا غير ما انت جربتي هاد ما جربتش بغيت نجربهم وخاصهم يكونوا واعرين على الشعر المهم جربي هذيك التجربه هي مزيانه من ناحيه الاعشاب اللي عطاتكم السيده هي امنه وسليمه جربي هذيك التجربه وتكون ناجحه باذن الله تعالى. وخمس غسلوش لا نديرو غسيل اي حاجه غسلها غسيل ممكن تبقى بها واحد المده وتغسل. اي نعم. وبالنسبه لهاد الاعشاب في الشعر بالنسبه للتاثير ديالها على المراه الحامله. نعم سؤال وجيه الوليد. شكرا لك بزاف على تواصلك معنا. العفو ايمان. بالنسبه للوصفات اللي كيكونوا ديال الشعر اللي كنستعملوهم ومن الافضل على انه ما نباتوش بهم ياك. اي نعم ما نحسوش بهم. لا ما نباتوش عليهم ما نقولوش بانه راه غنخليوهم ليله كامله باش يعطيو النتيجه. نحترموا الكميه والحميه والوقت العامل الزمني راه دور اساسي في النبته. نعطيك غير مثال عندنا واحد العشب دابا كتنوض في الخلا كيعرفوا الناس كتسمى بالدفله. الدفله من العشب السامين العسيات تحت منها نسيت تحت منا راه كتؤدي الى الاختناق الدفله كدير واحد النيره حمراء الى اخره مسمومه بدرجه عن الشحنات الكهربائيه اللي كتعطيه هي اللي
كتعطيه من خلال الاستنشاق ديالها والى اخره كتؤدي الى غيبوبه. يعني هاد الوصفات التجميليه ولا العلاجيه بالنسبه للشعر هما اليوم كنتكلموا على ملع تساقط الشعر نحترموا الكميه ونحترموا المده. يعني عطيتك مثال ما بالو الانسان كيبي تفرسو كيبي تفرسو. بالنسبه للمراه الحامل كيف ذكرت يعني ايمان كنشوف لا عادي عادي ما عندها علاقه بالحامل مثلا من الافضل على انه تستعمل هاد الوصفات وتحتاط فيهم على الشعر ولا مثلا لانه المراه الحامل كتكون عندنا واحد الحساسيه يعني كنخافوا على انه تستعمل شي حاجه ما تاكل شي حاجه ما تاكل شي حاجه ما تاكل شي حاجه وتستعمل اعشاب هي طبيه اللي معروفه طبيه. يعني كنقول هنا وكنصطفط هذه الكلمه ديال الاعشاب الطبيه تستعمل الاعشاب الطبيه ديال الشعر تساقط الشعر راه عدد ديال الناس صبحوا قال كيبغيو الشعر كيبغيو الشعر الاعشاب اللي كتكون ما كتستعمل على الشعر وكتكون المراه حامل يعني الا ما كتحس بواحد الاختناق ولا واحد ضيق في التنفس هذا كله كيؤدي للجنين يعني ما غيأثر على الجنين. فمن الافضل بالنسبه للمراه الحامل تمشي في كل ما هو زيوت كل ما هو خضر وفواكه وما هو امين وسليم ومعروف. واخا بالنسبه للسيده ما سولناش على قالت لك كانت كدير القرنفل الماء ديال القرنفل بخاخ وكترشو على الشعر ديالها وقالت لك على انه مؤخرا حسيت بحال الجلده ديالها بدات كتضرها بدات كت هذا هو اللي قلنا قبيله بان القرنفل الانسان خصو يكتشفه سواء على في الاكل او في الجنين. لماذا اللي قلنا انه قوي بزاف قوي بزاف الريحه ديالو راه كت اي نعم قلنا قبيله نديرو كمون السين هو اللي يزير كمون السين الناس ما يمكنش تحيد لهم هذا العدد ديال بقى لينا الترميس وغادي نتكلموا بالنسبه اللي كنعرفوا على التجربه الهنديه معروفين بالشعر تبارك الله طويل قوي ورطب وماذا بينا حتى المغربيات حتى هما يستافدوا خصوصا وانا حنا عندنا شي حويجات اللي كتشبه يعني التجربه الهنديه اللي معروفين بالشعر طويل ويعني بالقوه ديالو. فاكيد على انه موجود لنا وصفه اللي ممكن نستافدوا منها غادي ناخذوا هذه الوصفه وباقي المكالمات الهاتفيه بعد الفاصل بقى معنا. الوكيلات كيساليو الخدمة قد ما قدروا ومن بعد ما كيسدوا ما كاين مع منهرة ونهار الحد ما كاين حد ليداك سمعتكم وفهمتكم والتزمات من اجلكم اليوم كتلتزم ليداك باش تجاوبكم 24 ساعة على 24 وسبعة ديال الايام في الاسبوع على الرقم ديال مركز العلاقات مع الزبناء. دخلوا الموقع الاعلانات المجاني لافيتو بايما وبيعوا اللي بغيتوا دابا. البيضه المغربيه كتقترح عليكم مسابقه لاختيار 10 فائزات باحسن شيوه بالبيض. طريقه سهله وجدوا شي شيوه بمكون البيض وبعثوا لنا بصوره ديالها مع رقم الهاتف ومعلومات شخصيه عليكم وبعثوا كل شيء عبر البريد العادي الى عنوان بيض راديو او لا يمكنكم دخلوا مباشره لموقع البيضه المغربيه ufmarocain.ma وشاركوا في المسابقه لاختيار احسن 10 شيوات بالبيض وجوائز نقد مهمة في انتظاركم كتوصل 20,000 درهم. حظ سعيد لجميع اوفياء ميد راديو ولكل مستمعات لالا مولاتي المغربيات الحادقات. ميديتال وصحة وسلامة تقدم لكم نصائح يومية من 2 حتى الجمعة من 9 حتى 10 رفقة سكينة سلماوي المختصين مع ميديتال وصحة وسلامة كنجاوب على كل أسئلتكم الصحية. صحة وسلامة يقدم لكم برعاية ميديتال. الو سميرة كي دايره لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله وانتي؟ لاباس غير هو عندي واحد المشكل واحد الكنابي في الصالون تاخذ ليا البلاصه بغيت نبيعه وما عرفتش كيف ندير. جربتي تبيعيه في افيتو بويما؟ شنو هو افيتو بويما؟ هو سيت انترنت رقم واحد في المغرب في البيع والشراء في الدور. انا كانت عندي واحد التلفازه غير محطوطه وما عرفتش كي ندير ليها وانا مشي لافيتو درت الاعلان ديالي وبعتها بسهوله. وكيفاش خصني ندير؟ خاصك غير تصوري الكنابي ديالك من بعد تكونيكتي في افيتو بويما ديري المعلومات المطلوبه وها هو الاعلان وجد. اجي ونقدر نشري فيه. كاين الاف ديال المغاربه اللي تيبيعوا في الموقع وكاين واحد ليكيب ديال افيتو اللي كتفيريفي كل الاعلان. فرحتي. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني على ميد راديو. ورجعنا لكم مستمعينا دائما بحضور خالد وادي استاذ باحث في علم الاعشاب. بالنسبه اللي تكلمنا نمشيو بالنسبه اللي مابقاش الوقت وانا بغيت المستمعات يستافدوا من هذه الوصفه يعني خلطه هنديه وكنعرفوا على انه كيف ما قلنا الهنود معروفين بالشعر تبارك الله قوي وطويل و يعني ما فيش تساقط. بالنسبه لهذه الوصفه نشرحوها بالنسبه للمستمع اللي مابقاش الوقت بزاف. نعم واخا نجي سريع. ايه تفضل. بالنسبه كاين وصفات كثيره انا كنوعد مره ان شاء الله. ايه مادام
المستمعين كيحبوا الاذاعه الغنيه بالبرنامج ديالنا تواصلوا معنا تواصلوا معنا مرحبا من بين نبداو بهذه الوصفه اللي تلوين وصفه لتلوين الشعر والحفاظ على لونه الطبيعي ايه تثبيت يعني اللون ديال الشعر الصبغه وكذلك واخا يكون كاع ما مصبغ ما والو يحافظ على اللون ديالو الطبيعي ايه وكتقوي الشعر وتقوي الشعر من الجذور ديالو وهي هي امنه وسليمه ومفهمتها للجميع ان شاء الله واخا حنا غادي نحاولوا نشرحوا للمستمعات قلت لنا اول مكون فيها اي نعم اول مكون غادي تجيبوا 50 غرام ديال دارسيني دارسيني بما يعرف بالقرفه البلديه يعني دارسيني يعني كتهضر على القرفه اللي كناخذوا لا واحد القرفه طويله بحال القصيبه كتكون دايره بحال السيجار يعني بحال السيجار هي هذيك دارسيني هذيك هذيك منها 50 غرام 50 غرام نجيبوا باديانا باديانا هي دايره بحال النجمه هذيك كنستعملوها بالنسبه هي تسمى بالنجم النجم الهندي هي سميتها النجم الهندي نجيبوا جينسينغ اللي هو بحال النفط ايه هو عشبه قلتي لنا ربما ما يكونش متوفر هنا في هذا ممكن نعوضوا باللفت المحفوظ باللفت المحفوظ لانه يعني على حسب الدراسات الطبيه اكدت على انه راه كاين واحد اوجه التشابه في الفوائد ديالو اي نعم واخا اذا وصلنا قلنا اللفت المحفوظ قلنا القرفه البلديه ديك دارسيني اي نعم ياك جينسينغ ايه وناخذوا البيض ديال السمن الا ما لقيناش البيض ديال السمن ناخذوا البيض المنقط بيبي ولا اي اي نعم اللي تيكون منقط ديال البيبي ديال الوز ديال الى اخره كيكون منقط الا عندنا بيض السمان يكون حسن اي نعم الا كان البيض ديال السمان راه مزوج واخا وقلتي كميه من السكنجبير اي نعم السكنجبير طري ما نقاوش من السكنجبير لا لا حتى هو كيكون قويه بالنسبه للسكنجبير هو اي الاعشاب تنجيبو من الدار عاد نطحنو على الدين يكون حسن باش نتفاداو عاوتاني حوايج اخرين اي صح واخا يتخلط مزيان مزيان وتخلط فيه مزيان نديرو اي زيت سواء كان زيت ارغان او زيت العود او زيت الزيوت اللي معروفه بتساقط الشعر تقوي الشعر زيت الثومه زيت الخوص زيت الجرجير نعم ايه نخلطوه معاه ونديروه في الفرن ديال الراس ويبقى 30 دقيقة 30 دقيقة نغسلوه بأي شابون اللي كيعجب السيدة هكذاك واخا نص ساعة نديرو مرة في الأسبوع مرة في الأسبوع نعم واخا إذا كنشكرك بزاف اللي ختمتينا بهذه الوصفة من الخلطات الهندية المعروفة بقوة الشعر ومنع التساقط وشكرا لك بزاف خالد الوعي أستاذ باحث في علم الأعشاب خالد الوديع نتلاقاو إن شاء الله الثلاثاء المقبل إذا مستمعينا غادي نمشيو ونتعرفوا على شكون الفائزة اللي ربحت معنا اليوم في المسابقة اليومية